السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث في هذا الفيديو عن العوامل المؤثرة في الإنتاجية. ينظر للمنشأة كنظام مفتوح يؤثر ويتأثر في البيئة التي يعمل فيها. كل مؤسسة تتأثر بالبيئة التي تعمل فيها، وكذلك النباتات تتأثر بالبيئة، وكذلك الحيوانات والطيور والأسماك تتأثر بالبيئة، وكذلك العملية الإنتاجية تتأثر بالبيئة المحيطة بها، إذ تصنف البيئة إلى بيئة داخلية يمكن السيطرة عليها وبيئة خارجية يصعب السيطرة عليها. البيئة الداخلية لما بتكون في داخل المؤسسة سهل السيطرة عليها، وبإمكاني أستغني عن أي موظف، وبإمكاني أنا أطور من أداء أي موظف. لكن البيئة الخارجية لما بتكلم عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وسياسية، هذه العوامل أنا ليس لي قدرة ولا مقدرة على تغيير هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه أنا خارج عن السيطرة، لذلك هذه تمثل من ضمن الفرص ومن ضمن التهديدات. لكن البيئة الداخلية بتكلم عن نقاط قوة ونقاط ضعف، وتضمن بيئة المنشأة مجموعة من العوامل التي تؤثر على إنتاجيتها. وللتعرف على أثر هذه العوامل وتصنيفها، إليك النشاط الآتي. نشاط 3، العوامل المؤثرة في الإنتاجية. يحتوي الجدول الآتي على عدد من العوامل الداخلية والعوامل الخارجية المحتملة التأثير في إنتاجية شركة عقارات متخصصة في بناء الشقق السكنية. المطلوب تصنيف هذه العوامل إلى عوامل داخلية أو خارجية، ومن ثم تحديد نوع التأثير بالزيادة أو النقصان. صدور تعليمات من البلدية بتوحيد مواصفات الشقق السكنية، هذا قرار عام على كل المجتمع، فهنا القرار بنكون بنسميه خارجي. لكن يؤثر، هل يؤثر بالزيادة أم بالنقصان؟ يؤثر بالزيادة. توفر مراكز تدريب مهني لعمال البناء، كذلك مصدر اللي هو أثر خارجي، هل يؤثر بالزيادة؟ يؤثر بالزيادة. استبدال أنظمة المناولة اليدوية بأخرى آلية، هنا داخلي، لأنه أنا أثر داخلي في داخل المؤسسة، أنا بستبدلت عملية المناولة اليدوية بأخرى آلية. بدل ما الموظف يشيل الأغراض بإيده وبيستخدم أدوات بسيطة، صار يستخدم نظام تكنولوجي متقدم، نظام آلي في عملية المناولة، فصارت عندي هنا الأثر بسميه داخلي، وهنا يؤثر بالزيادة. استخدام عمالة جديدة في مجال البناء، أيضا مصدر داخلي، ولكنه يؤثر بالنقصان. لماذا؟ لأنه هنا زادت كمية العمالة وكمية المدخلات. حصر مواد البناء والأدوات في مستودع أو موقع واحد، أثر داخلي، يؤثر بالنقصان. اعتماد نظام الأجر الثابت في العمل، هنا أثر داخلي، وهنا يؤثر بالنقصان. انخفاض جودة مواد البناء المتوفرة في السوق، أثر خارجي، وهنا يؤثر بالنقصان لانخفاض الجودة. استنتج مما سبق أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في الإنتاجية، وأن هذا يعود لطبيعة عمل المنشأة والبيئة التي تعمل فيها. ومن المفاهيم الخاطئة المشهورة اعتبار القوى العاملة المحدد الرئيس في الإنتاجية، وبناء على هذا الاتجاه فإن تحسين الإنتاجية يتم من خلال الضغط على العاملين للعمل بصورة شاقة أكثر. هذا يسمى مفهوم خاطئ. الأصل أنه احنا نهتم في العامل ونعطيه كامل حقوقه وكامل واجباته، لذلك كل ما أكرمت العامل، العامل حيكرمك في العمل. كل ما أنت زودت من مستوى الرفاهية ومن مستوى الأجور ومن مستوى الراتب، حسنت من أداء الموظف، كل ما زاد من انتمائه للمؤسسة. وفي المقابل العكس صحيح، يجي أنا كل ما اهتميت في العامل كل ما أنا حسنت من المستوى. وهناك قلنا العديد من العوامل المؤثرة، سواء العوامل هذه المؤثرة سواء داخلية أو عوامل مؤثرة خارجية. العوامل الداخلية دائما أنا بدي أركز عليها، أي جانب يقع من ضمن الموارد، الموارد البشرية أو الموارد المادية في داخل المؤسسة يقع من ضمن البيئة الداخلية. كل ما أنا عملت تحسين على الإدخال، عملت إدخالات تحسينات على هذه الموارد وعززت من نقاط قوتها وجنبت نقاط ضعفها، فأنا بكون حسنت من مستوى الإنتاجية وكذلك المستوى الخارجي. لما يجي بتكلم عن البيئة الخارجية، العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كل ما أنا استفدت من الفرص وعززتها عندي، وكل ما أنا قللت من التهديدات وحاولت أني أواكب المتغيرات، كل ما أنا حسنت من مستوى الإنتاجية عندي. وفي
في حقيقة الأمر فإن التحسن في الإنتاجية حتى في العصر القديم كان بسبب التحسن في التكنولوجيا المستخدمة. ومن أمثلة التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج الحالي الإنتاج المدعوم بالحاسوب والتصميم المدعوم بالحاسوب والإنتاج عبر الإنسان الآلي. ومع ذلك فالتكنولوجيا لوحدها لا تضمن الحصول على الإنتاجية، وذلك بسبب انخفاض المرونة وارتفاع التكاليف وعدم الملائمة مع العمليات الإنتاجية الصغرى وانخفاض جاهزية العاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. إذن التكنولوجيا الحديثة لها أثر كبير على تحسين مستويات الإنتاجية في داخل المؤسسة، ولكن تحتاج إلى خطوات أخرى، منها تحسين من مستوى أداء العاملين الذين يعملون في هذه على هذه التكنولوجيا، لأن الإنسان هو المحرك للعملية الإنتاجية، وبالتالي هذه التكنولوجيا لوحدها لا تكفي ولا تناسب العمليات الصغرى، وهناك ربما تكون تكلفتها عالية. لذلك هناك الكثير من العوامل والاعتبارات عند استخدام تكنولوجيا متقدمة في العملية الإنتاجية. في الختام نشكركم على كرم المتابعة، ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.